النهاردة بعد ليكم من تاني يوم في معرض مصر الدولي الأول للفضاء والطيران. المعرض ده في دورته الأولى، دورة انعقاد للمرة الأولى اللي بتعقد في مطار العالمين الدولي. خلونا نتكلم ان المطار ده، ان المعرض هيستمر من 3 سبتمبر حتى 5 سبتمبر. المعرض كان شرفه في الحضور والافتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. المعرض ده بيشارك فيه بالظبط 300 شركة وأكثر من 100 دولة مختلفة، بيتكلموا عن كل جديد وحديث في عالم الطيران، وسواء الطيران التجاري أو طيران الديفنس أو طيران الدفاع. طيب اقتصاد الطيران بيتكلم أيضا عن الخدمات المرتبطة بالطيران، زي أنظمة الملاحة، زي الشحن الجوي، زي الصيانة، زي الكيترينج والعديد والعديد. أيضا عندنا وجود دولية وعربية. الانطباعات في اليوم الاول اللي كان امبارح، الخبراء بتوع الشغلانه او بمعنى اصح الناس اصحاب الشغلانه اللي ابتدعوها واخترعوها، قالوا ان الغريب واللافت للنظر ان مصر لما فكرت تعمل المعرض ده لاول مره لقى نجاح منقطع النظير منذ الساعات الاولى. وامبارح المعرض طبقا للامور المعتمده ان هو ما بيكونش اتفتح للزوار، لكن كثافه الناس اللي كانت موجوده والمشاركين والمهتمين أكدت نجاح معرض مصر في الساعات الأولى لبدايته، وده حسب ما أكده العديد من الخبراء والمشاركين. أيضا قيادات مهمة جدا في الطيران العسكري وطيران الديفنس أكدوا إن دي مشاركة كبيرة، ومصر نجحت بالفعل من داخل مدينة العالمين الجديدة من مطار العالمين. أحمد مصطفى، تابعوني في المطار.